رجعنا مرة ثانية وآخر فقراتنا في نهارك سعيد. يوم السبت اللي فات يعني فوجئنا بخبر وفاة سيناريست شابة نادين شمس. الحقيقة أنا ما كنتش أعرفها شخصيا، ولكن حجم الجدل والكلام على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أكد لي إنها قد إيه إنسانة كويسة، لأن الناس كلها بتحبها. كالعادة في مصر بنستنى مصيبة أو كارثة تحصل وبعدين نفتح التحقيقات ونشوف الموضوع ده حصل ليه وإزاي، ونشوف بقى يعني ايه علامات الاستفهام ونحاول نجاوب عليها، وفي الاغلب ما بنجاوبش على كل حاجه، بس كل ده بنعمله بعد ما المصيبه بتحصل. الحقيقه وفاه نادين شمس فتح حاجات كتيره جدا وفتح ملف مهم جدا، وهو الاهمال في المستشفيات. نادين ما توفتش في مستشفى حكومه، توفت في مستشفى خاص كبيره من ام فلوس، من ام فلوس غاليه. المشكله هنا انه كمان يعني لما ده بيحصل في المستشفيات الكبيره او المستشفيات الصغيره والحكوميه بيحصل فيها ايه؟ واضح انه بيحصل كوارث، كوارث بمعنى الكلمه، وحاجات يعني قد تعتبرها من الخيال. خلينا نتكلم النهارده في تفاصيل كتيره، لان الموضوع مليان اقاويل ومليان اشاعات ومليان حكايات ما نعرفش ايه الصح وايه الغلط منها. لكن بينورني في الاستوديو اتنين من الضيوف المهمين جدا، دكتور علاء غنام مدير برنامج الحق في الصحه بالمبادره المصريه للحقوق الشخصيه، ومدير سياسات اصلاح القطاع الصحي بوزاره الصحه سابقا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا كريم، منورني. الله يخليك. كمان دكتور عبد الحكم سليمان استشاري الجلديه والتناسليه بمستشفى امبابه العام، واحد اصدقاء السيناريست نادين شمس وعائلتها المقربين. صباح الخير يا فندم، منور. دكتور علاء انا هبدا مع حضرتك، والحقيقه يعني الموضوع مش عادي، لكن في مصر مش أول مرة بنسمع عن قصة زي دي، وبنسمع عنها سنين، والحقيقة ما بيحصلش فيها أي جديد، ما بيحصلش فيها أي تحقيقات، ما بيحصلش فيها أي إجراءات. شايف الموضوع ده إزاي؟ أنا شايف إن الموضوع ده فرصة رغم المأساة اللي كامنة وراءه، يعني بالتحليل اللي احنا عارفينه كلنا، فرصة لأن احنا نحلل الأسباب الحقيقية لما حدث من خلال إن احنا نبص على نظامنا الصحي ككل، سواء القطاع الخاص فيه أو القطاع الحكومي فيه، ونحدد اللي بيسموه الجابس أو نقاط الضعف اللي ممكن تؤدي لتكرار مثل ما حدث لنادين. وأنا الحقيقة هنا مش عشان نادين بس، عشان آلاف المرضى اللي ما نعرفش عنهم حاجة في المستشفيات الصغيرة قوي اللي في أقصى الصعيد في مصر، عشان نقول هي المشكلة فين بالظبط. من وجهة نظري اللي حصل لنادين كاشف. كاشف ليه؟ لأنه هي تعرضت لسبع انتهاكات على الأقل فيما يتعلق بحقها كمريضة. بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حقوق المريض في العالم كله معروفة. أوروبا مثلا عندها ميثاق دولي لحقوق المرضى من عدة نقاط، هي حقها في المعرفة تم انتهاكها. بمعنى انها لما دخلت كانت داخله على رجليها هي وجوزها وبيضحكوا مبسوطين جدا، ومش مدركين انه في حاجه خطيره قوي ممكن الدكاتره بعد ما يبتدوا الاجراء اللي عملوه يخرجوا بعد شويه ويقولوا ده عندها سرطان في المبيض، فامضنا ان احنا نشيل السرطان. ده اللي حصل بالظبط. انا اظن انه ده كان مفروض يكتشف قبل الدخول للعمليه. لو الاجراءات الطبيعيه مرت اشاعات وحاجات وبعدين يتم ابلاغها بالظبط كده، فده اول انتهاك هي تعرضته، اللي حق حقها في معرفه ايه اللي عندها بالظبط وايه اللي هيحصل لها قبل العمليه واثناء العمليه وبعد العمليه. بالزبط. ده اول حق تم انتهاكه. تاني حق تم انتهاكه حقها في الحمايه من مخاطر المهنة. معروف ان مهنة الطب زيها زي اي مهنة في الدنيا فيها درجة من المخاطر. بس دورنا لو بنطبق المعايير بشكل جيد ان احنا نقلل المخاطر دي للحد الادنى. ده ما حصلش. ايضا حقها في جودة الخدمة المقدمة ليها. ايضا رغم ان المستشفى من غير ما نشير لاسمها مستشفى كبير جدا وسمعتها ضخمة وحصل على اعتماد وغالية الى اخره كل اللي احنا عارفينه ده، إلا أنه مستوى جودة الخدمة اللي قدمت ليها عليها علامة استفهام. حقها في أنها تاخد تقرير طبي دقيق أو أسرتها على الأقل عما حدث لها تماما. وفي الحقيقة أنه كان في تقريرين طول الوقت، تقرير بيحاول يهرب من المسؤولية الحقيقية وتقرير تاني في الحقيقة اللي حصلت. حقها في اختيار الطبيب المعالج لما الحالة تعثرت ودخلت في مضاعفات
كان في رفض من المستشفى ان هي تستدعي او اسرتها تستدعي طبيب اخر يقدر تشيك اب اللي حصل بالظبط ويقرر يتدخل ازاي. حقها في ان هم حتى يعترفوا بالمسؤوليه الحقيقيه اللي هم حاولوا يداروا بقى هذه المسؤوليه. حقها في الشكوى، حقها في التعويض، حقها في محاسبه هذه المؤسسه. في الواقع ان السبع حقوق دي من ضمن حقوق اخرى كثيره موجوده في الموثيق الدوليه لحقوق المرضى. في حاله نديم بالتحديد تم انتهاكها. اذا كانت نديم وجوزها شخصيه معروفه وطبيب وهي معروفه ده حصل معاها وفي مستشفى قطاع خاص المفروض انها الاغلى في مصر والافضل من حيث جوده الخدمه، عليك ان تتخيل بقى ما الذي يحدث في مستشفياتنا الصغيره اللي في قوص في اخر الدنيا، في اي حته حتى في القاهره اللي بيتردد عليه ناس بسطاء جدا لا يستطيعوا حتى ان هم يعرفوا ايه حقوقهم. اظن ان الف ب حقوق المرضى ان المستشفى تعرف المريض حقه. صحيح بيبقوا معلقين يافطه مكتوب عليها حقوق المريض، ولكن هذه اليافطه في الواقع مجرد يافطه. بالظبط. طيب دكتور عبد الحكم، يعني خلينا برضو عشان الناس تبقى عارفة قصة كلها، قصة اللي حصل وما مدى خطورة العملية اللي نادين عملتها، وبعدين الخطأ الطبي اللي حصل تحديدا في العملية. وحضرتك نادين دخلت اليوم 10/3 اللي احنا فيه ده كان يوم 2 عشان تستأصل ورم ليفي في الرحم. ودي عمليه بسيطه حضرتك، يعني ممكن تخلص في تلت ساعه في نص ساعه. ورم ليفي في الرحم. حضرتك. ده اللي هي داخله بيه وده اللي مكتوب على تذكره الدخول والحاجات دي كلها. يعني خلينا نحكي القصه الاول وبعد بعيدا عن كل حاجه. طبعا دوكيومنتد يعني عشان ملف راح للنيابه وراح لوزاره الصحه وراح لنقابه الاطباء كاملا يعني وكده. فحضرتك دخلت يعمل عمليه بسيطه فعلا، يعني اتفوجئوا جوه العمليه بان في ورم كمان. ورم سرطاني. على المبيض. حضرتك ما كانوش عارفين هو سرطاني ولا مش سرطاني، فاضطروا يستدعوا مختص انسجه وجاء عشان يعمل حاجه اسمها فروزن سيكشن. هو السيكشن حضرتك يعني قطاع بيتشخص حضرتك من خلال التجميد ويتشاف تحت الميكروسكوب. وده حضرتك اللي خلى العمليه طولت، وصلت 3 ساعات وشويه. وحضرتك قالوا هنشيل الورم الجديد وسيبنا طبعا الرحم زي ما هو. فطبعا ده يعني اجراء صحيح. ماشي. حضرتك خرجت من العمليه، وده العمليه الاولانيه حضرتك عشان هترجع تاني تخش. وكان في يوم كان عادي، كانت يعني الحاجات ماشيه كويس، حالتها كويسه وكله تمام. ماشي. حضرتك تاني يوم فوجئنا بان في سائل غريب بيجي من الدرنقات الاثنين. حضرتك دي حاجات بتتحط كده بعد العمليه عشان اي تجمعات تتسرب لبره يعني. تمام. يعني هم حضرتك ما فحصوهوش ولا حاجه، هم يعني في حد منهم مساعد من احد الدكاتره قال دي ريحته وحشه. يعني حضرتك ان هو يعني تسريب تلوث تسريب براز يعني. فبقى ملوش حل تاني غير كده يعني الدم اختلط بالبراز فتم انه اتلوث. لا حضرتك اللي هو احنا لسه ايه كان يعني كان لسه في الاول اللي هو تسريب عادي يعني. ماشي. كان ممكن تنظر ليها حركة لأنها مضاعفات للعمليات، بس التسريب ده خطير لأن هو تسريب برازي، يعني معنى كان هو في قطع في أحد المسارات زي القولون أو الأمعاء الدقيقة أو كده. مش حضرتك؟ تمام. حضرتك فهم تاني يوم بدأت طبعا ألم مبرحة وبدأ يبقى فيه حاجات طبعا يعني مش مستريحة خالص خالص. احنا كنا بنستعد نخرج حقيقة حقيقي كنا بنستعد نخرج يعني. والحاله دي استمرت كام يوم بقى؟ لا حضرتك هم على طول دخلوا عمليات، دي حاجات العيان ما بيستحملش التسريب البرازي ده اكتر من ساعات. يعني المفروض دي حاجه ايمرجنسي لازم يخش فورا. فورا عمليات. فحضرتك فعلا جا ودخلها عمليات تاني. وحضرتك يعني بنقول له ايه سبب البريتونايتس اللي هو الالتهاب البريتوني ده. إيه يعني ايه اللي حصل بالظبط وكذا وكذا بعد العمليه الثانيه يعني. هذا ده التقرير الطبي دكتور عبد الحكم صح؟ افندم ده التقرير الطبي اللي مكتوب فيه تقرير طبي وفاء الاعراض والتشخيص المبدئي او الرحم الليفيه متعلقه بالرحم. ده التقرير الطبي بقى اللي هو الصحيح. حضرتك فندم صح كده؟ حضرتك تمام. حضرتك بس يعني لو طلعنا فوق شويه. لو حضرتك ماشي حضرتك يعني هو ده حضرتك التقرير الطبي. يعني تم اجراء عمليه جراحيه بتاريخ 10/3 حيث وجد ورم سرطاني بالمبيض الايسر، وتم استئصال المبيض الايسر بواسطه استاذ دكتور كذا استاذ دكتور كذا. هو حضرتك اتفاجئوا
مع احترامي ليك، اتفاجئوا بالورم السرطاني اللي على على المبيض في اثناء العمليه. حضرتك مش موجود سيره اورام سرطانيه على المبيض خالص في اي تقارير، حتى تقارير خالص ما كتبوهاش حضرتك يا فندم، ولا حتى تقرير النهائي تقريبا. زي ما الدكتور علاء بيقول هو ما عملش دبل تشيك على الحاجات. احنا قايلين له عندها تليفات قبل كده وعندها سيستس وعندها يعني حاجات حويصلات على المبيض، واخد بال حضرتك ازاي؟ ما عملش دلالات اورام ولا عمل دبل تشيك على انفستيجيشن بتاع سونار واحد بس اللي دخل بيه عمليه. عشان كده اتفاجئ حضرتك بالورم السرطاني. الورم السرطاني لما لقاه لازم يتعامل معاه حضرتك وده صح. يعني اكمل لحضرتك بقيه القصه. هو حضرتك لما دخلت العمليه الثانيه، وطبعا ده كتير جدا على عيان ان هو ياخد 2 عمليه في بفرق يوم، واخد بال حضرتك ازاي؟ فخرجت زي ما هم يعني خرجت يعني في حاله صدمه فعلا، يعني تعبانه خالص يعني، نقلوها لانها مركزه مش عارضك. وبعد يومين بالظبط لقينا التسرب بتاع السائل اللي هو الغامض ده. هم قالوا ده نسيج يعني جاي بعد العمليه عادي وهيقف بعد شويه وكذا وكذا وكذا. حركت بدات في اعراض تانية كتير تخش تظهر، يعني بدا يبقى في زي هبوط جامد خالص، يعني بدا في يعني زي ما احنا قلنا اللي هو التلوث في البريتونيوم الغشاء البريتوني، عمل تسمم في الدم معروفه مشاكله خالص يعني. طبعا. خلاص يعني طبعا. دخلنا بقى حضرتك في جلطات على الرئه، ودخلنا في هبوط تام في الدوره الدمويه. هم بيدوا حاجات جامده جدا عشان يحافظ على الدوره الدمويه شغاله. طبعا. ومع ذلك برضه منخفضه، وعشان كده نبض القلب حضرتك استمر لمده طويله 150 نبضه في الدقيقه، استمر 4-5-6 ايام. طب مش هيستحمل طبعا. بعد كده عمال يدي ادرينالين، وده يعني ايه ده حاجات كتير. انما حضرتك هو يعني كانت مفاجاه بالنسبه لنا ان هو داخل عمليه ثانيه بالريسك ده كله بالخطوره دي كلها، وما صلحش اللي كان داخل يعمله. يعني حضرتك يعني انا اعتقد ان هو داخل المفروض انه يصلح حاجه، بس غلط غلطه جديده بقى. لا حضرتك مفيش غلطه جديده، هو حضرتك كان المفروض يعمل كنترول، يعني داخل عشان يواجه المشكله اللي تسبب بيها في العمليه الاولانيه. حضرتك العمليه الاولانيه نتج عنها تسرب سائل احنا مصدره قاطع في القولون. هو داخل عشان يصلح. ايوه الثقب بقى اللي في القولون ده، مش ده غلطه منه في الاولانيه ولا في العمليه الاولانيه؟ حضرتك هو داخل العمليه الثانيه حضرتك مخصوص عشان يحل المشكله دي. خرجت من العمليه الثانيه ونفس المشكله قائمه. يعني ده حضرتك خطا جسيم، يعني يربو لدرجه القتل فعلا، يعني واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني خطا جسيم. انت داخل تعمل ايه عشان يصلح حضرتك حاجه حصلت في العمليه الاولانيه؟ قلنا ماشي، بتحصل احيانا مضاعفات حضرتك في بعض العمليات، وتقبلنا الامر فعلا، وهي كمان تقبلت الامر وشرحنا لها كل التفاصيل، وانسانه متعاونه ويعني وفاهمه وكل حاجه. يطلع حضرتك من العمليه الثانيه وما عملش حاجه، يعني حضرتك دي يا اما فهلوه يا اما يا اما استهتار، يا اما فهلوه يا اما يعني هو يعني حضرتك شايف ان الحاجات بتدار كده يعني. طيب يعني دكتور علاء، في تقريرين طلعوا، تقرير المستشفى مضت عليه وتقرير المستشفى ما رضيتش تمضي عليه. التقرير اللي المستشفى مضت عليه طبعا بحاول على قد ما اقدر انها تخلي مسؤوليتها من اللي حصل. صحيح كده؟ صحيح. التقرير الحقيقي هو ده اللي اتحط، هو ده اللي اتحط، ده الحقيقي اللي هم مرضوش يمضوا عليه بالظبط. اللي هو الاولاني اللي هو بيدينهم. طيب انا دلوقتي معايا تقرير الحقيقي مش ممضي عليه، وهم بيحاولوا يخلوا مسؤوليتهم، بس هو ده الحقيقي وده الفعلي وده اللي حصل. بالظبط. اضمن حقي ازاي؟ اعمل بيه ايه؟ هو احنا الاول عايزين نشوف الاجراءات اللي تمت في 3 لجان بتحقق دلوقتي. لجنه من وزاره الصحه، من اداره العلاج الحر، وفي لجنه من نقابه الاطباء اللي هي لجنه اداب المهنه، وفي البلاغ اللي قدمه الدكتور نبيل للنيابه العامه اللي هو جوز زوج الاستاذه نادين. الحقيقه انه انا بشوف انه في غياب اطر قانونيه حقيقيه لمحاسبه المؤسسات الصحيه على الخطا الطبي، اللجان دي انا متخوف انها تنتهي الى مجرد عقوبات اداريه بسيطه. لانه مصر نظامها الصحي بيفتقد التشريعات الضروريه لحاجتين. ما عندناش تشريع قانوني قوي لحقوق المرضى، زي مثلا في اوروبا في حاجه اسمها الميثاق الاوروبي لحقوق المرضى، ده ملزم ببنود الحقوق وبالسانكشنز او العقوبات الحقيقيه اللي توقع في حاله الاهمال او الاهمال او الخطا الطبي. ايضا احنا ما عندناش قانون للمساءله الطبيه، ما يقال عن المساءله الطبيه. ففي الحاله دي بالتحديد قانون العقوبات المصري مش هيبقى كافي لملاحقه من اخطا
أو أهمل في حق مريضة أودى بحياتها. الحق في الصحة حق شامل ومعياري ومرتبط بالحق في الحياة مباشرة، ونسبة الريسك فيه عالية. وبالتالي إذا كنا بندور على حلول حقيقية علينا في المجلس التشريعي القادم، يبقى على رأس أجندة وزارة الصحة ونقابة الأطباء ومؤسسات المجتمع المدني زي المؤسسة اللي أنا بمثلها اللي بتشغل في 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 الحق في الصحة، قانون للمساءلة الطبية الميديكال مال براكتسز، وقانون للحقوق المرضى أو ما يسمى بالبيشنت رايتس. من غير الأطارين التشريعيين دول أنا مش متفائل كتير ان نادين هتاخد حقها فعلا. يعني هل من الممكن انه يتم بس توقيع عقوبات اداريه ده في الاغلب، لانه قانون العقوبات المصري ما فيهوش جانب متخصص فيما يتعلق بموضوع يعني الدليل اللي هو فيه هيقول لك الخطا وارد. الخطا وارد كويس، يعني هنا في مشكله، في مشكله في السياسات العامه اللي بتدير المنظومه الصحيه وبتراقبها، ومشكلة في غياب التشريعات اللي بموجبها نقدر ننظم هذه المهنة التنظيم الجيد الذي يضمن حياة المرضى ويضمن أيضا احترام كرامة المهنة والحفاظ عليها. لأنه أنا كمان بحمل الطبيب نفسه من أنه يمارس ممارسة غير دقيقة وغير مضبوطة في ظل غياب معايير لجودة الخدمة الصحية. هو لو مشي حسب معايير الجودة المتعارف عليها دوليا ومشي على الكتاب زي ما بيقولوا أو الكتالوج وأخطأ، هنا هيبقى له مبرر. ماشي. إنما لما ما يمشيش على الكتاب ويخطئ يصبح هذا الخطأ إهمالا. صح. هو ده كده ببساطة. لو أنا حطت جنبي الكلينيكال جايد لاينز كطبيب وبشتغل بيها مظبوط، غلط وغلط وارد. ماشي. إن أنا أغلط زي أي مهنة في الدنيا. بس هنا أنا مش حدينك إدانة كبيرة. إنما لما ما تمشيش على الكتاب وتخطئ ده يبقى خطيئة. صح. بقى أو صح. إهمال. طيب يعني دكتور عبد الحكم، من كلام دكتور علاء إنه إحنا بنتكلم عن إهمال أدى إلى وفاة، الإجراء اللي بيتخذ من قبل أهل المتوفي في الحالة اللي زي دي إيه؟ يعني بنتكلم عن إنه مفيش قانون بيلزم بعقوبة المتسبب، بس في الاخر ما هو انا مش هسيب حقي برضو. ايه الاجراءات اللي بيتخذها دلوقتي زوج الاستاذه نادين الدكتور نبيل؟ طيب حضرتك يعني كنت عايز اقول حاجه بس صغيره بخصوص يعني زي ما الدكتور علاء بيقول، حضرتك في زي بروتوكولات للتعامل مع كل حاله، مش فهلوه ولا فتاوي ولا 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 كلام من ده على الاطلاق. يعني الناس قالوا اي بي سي اوفيريان تيومر، يعني عندنا ورم على الميبد، لازم نعمل هيستيركتومي، لازم نعمل الكولوستومي اللي هو حضرتك بيفتح بيخلي القولون يفتح لبره. هو ما عملش الاثنين اجراء دول لحضرتك. العمليه الثانيه كان لازم يعمل كولوستومي عشان يمنع مصدر التلوث. واخد بالك ازاي؟ دي حاجات فعلا يعني ما لهاش دعوه خالص بجايد لاين، يعني بديهيه، يعني حاجات بديهيه حقيقي. هو بيعتبر نفسه اعلى من الجايد لاينز والحاجات دي كلها والبروتوكولات. ده حاجات غريبه يعني. يعني لازم حضرتك الحقيقه يعني هو بالنسبه لنا احنا في حالتنا احنا اللي حصل ايه، ان احنا حضرتك بنقول لهم عايزين تقرير، يعني احنا كنا كبرنا ايه هنروح نعمل شكوى في اداب المهنه وكذا وكذا. ادونا تقرير حضرتك مش قادرين يختموه. دي كانت مفاجاه على فكره حضرتك. احنا يعني نادين مشهوره بقى طبعًا. نادين مشهوره طبعًا. جدا، وكان في اصدقاء كتير جدا جدا متاثرين جدا 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 ومحبوبه جدا نادين يعني. وحضرتك والله كان الناس كلها فعلا في صدمه الوفاه، وناس كتير ما كانوش في التفاصيل وكذا وكذا وكذا. فطبعا يعني صرنا وقلنا لا كذا يعني. طب فاحد الناس اصدقاء المحامين قال نروح نيابه عشان ترغمهم ان هم يطلعوا تقرير لاختهم. طب طالما هروح نيابه بقى في نيابه، يبقى نتكلم بقى في موضوع الاهمال الطبي. على فكره كنا حاجزين حركه اتغسلت، وكنا حاجزين العربيه بتاعه اللي هتنقل حركه، وتم تاجيل كل المراسم كل الاولاد عشان تبقى عارف. حسن نيتنا فعلا ما كانش بدماغنا خالص موضوع ان احنا هنصعد موضوع، وغالبا اخطاء يعني كتيره جدا جدا. ما حدش بيشتكي حضرتك، ما حدش بيشتكي خالص. ورال ده اللي يعني ده اللي لازم الناس تشتكي. هنعرف مسارات للشكوى، والحركة الجهات اللي احنا هنشتكيها هتطور هي نفسها قراءتها عشان تواجه الاخطاء دي، ما حدش تاني يتعرض عشان خاطر نادين. طيب استاذنكم ناخد بقى مداخله تليفونيه مهمه جدا للاستاذ دكتور اسامه عبد الحي وكيل نقابه الاطباء. صباح الخير يا فندم. اهلا، صباح النور يا فندم. يعني حضرتك اكيد سمعنا الموضوع كبير، واعتقد انه الاجراءات اللي لازم تتخذ دلوقتي لازم تكون يعني زي ما بيقولوا تنفذ بجد، ولازم يبقى في اجراءات عشان حتى الناس تحس انه 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 كل واحد ما يحسش انه خايف وهو داخل المستشفى، وكل واحد ما يحسش انه لا يا رب معياش عشان ما اخش مستشفى احتمال كبير قوي ان انا ما اطلعش منها.
فايه اللي بيحصل في الحاله اللي زي دي؟ طبعا حضرتك ليك حق تماما، بس احنا بنطمن الناس انه لو اي حد اشتكى احنا في اصول للتحقيق، واحنا عايزين ارساء القواعد المضبوطه وعايزين الحلول العادله، احنا لان ده هيساعد على تحسين الخدمه الصحيه وعلى اصلاح المنظومه الطبيه. احنا مش عايزين ندين حد قد ما احنا عايزين ندين المخطئ علشان نقلل الاخطاء دي والامور تتحط في النصاب المضبوط. احنا اي شكوى بتيجي، اي شكوى بتيجي لنقابه الاطباء بيتم التحقيق فيها وبيتم عرض الملف على استشاريين متخصصين في الحاله حسب طبيعه الحاله، كانت حاله نساء او جراحه او احنا بيهمنا ثلاث حاجات يا استاذ كمال. نمره واحد، هل الطبيب او المستشفى اتبعوا، هل الطبيب اتبع الخطوات العلميه المضبوطه والمتعارف عليها في علاج المريض او في اجراء الجراحه ام لا؟ لانه ممكن يتبع الاجراءات المضبوطه ويحصل مضاعفات زي اللي مكتوبه في الكتب. انما اذا لم يتبع الاجراءات المضبوطه والخطوات العلميه المعروفه يبقى هو مخطئ. نمره اثنين، اذا اتبع هذه الخطوات المضبوطه والمتعارف عليها، هل حصل مضاعفات ولا لا؟ لو حصل مضاعفات شخصها مبكرا ولا متاخر؟ ولو شخصها مبكرا هل تدخل عالج العلاج المضبوط والمتعارف عليه؟ لان كل حاجه بقى ليها جايد لاينز وبقى ليها يعني قواعد وارشادات وخطوات متعارف عليها، يعني زي ما كان بيقول ضيوفك الكرام. فيبقى عندنا في الاول اتبع الخطوات صح ولا لا؟ لو حصل مضاعفات شخصها مبكرا ولا لا؟ عند تشخيص المضاعفات تدخل التدخل العلمي المضبوط ام لا؟ طب دكتور اسامه معلش هقطع حضرتك، يعني في الحاله دي تم انتهاك كل اللي حضرتك بتقول عليه وده اللي ادى للمصيبه اللي احنا بنتكلم فيها، وزي ما كان دكتور علاء بيقول انه مفيش قانون بيلزم باجراء عقوبات مشدده على الجهه دي، يعني حضرتك وكيل نقابه الاطباء، الطبيب اللي عمل العمليه دي اكيد لازم يعاقب ايا كان بقى والمستشفى نفسها. طب صحيح، هقول لحضرتك، اولا حتى الان التحقيق لم ينتهي في نص الشكوى او الروايه المتنقله لينا من اهل المتوفيه الله يرحمها انه في اخطاء فعلا. هل احنا تحققنا من هذه الاخطاء؟ لسه التحقيق جاري التحقيق، واذا ثبت التحقيق لابد من العقاب. ما يتحدث عن احنا عندنا طبعا في هيئه تأديبيه في النقابه بتتكون من خمسه، فيهم اثنين قضاة، واحد مستشار مجلس الدوله والثاني مستشار كبير كان رئيس محكمه استئناف سابقا، واثنين من اعضاء مجلس النقابه برئاسه وكيل النقابه ومحامي من الشؤون القانونيه. هذه الهيئه عندها عقوبات منصوص عليها وبتطبقها. ما يتحدث عنه الدكتور علاء احتياجنا فعلا، وده صحيح تماما، نحن محتاجين قانون جديد لانه هذا القانون والقواعد دي محطوطه من اكثر من 30 سنه. احنا محتاجين قانون جديد للمساءله، نظام جديد للمساءله القانونيه للاطباء وقانون لحقوق المرضى. محتاجين حوالي اربع قوانين في هذا الشان، واحنا اللي عملنا ورشه عمل فعلا في النقابه لمناقشه هذه القوانين، وان شاء الله هنعرض القوانين دي على مجلس الشعب القادم، اول مجلس شعب يبقى منتخب. هنسعى جدا لانه لتغيير منظومه المساءله القانونيه للاطباء وللمنشات الصحيه حفاظا على المهنه وعلى تقديم خدمه، وهدفنا تقديم خدمه مضبوطه وحرصا على مصالح المرضى والمتقدمين. دكتور اسامه عبد الحي وكيل نقابه الاطباء، بشكر حضرتك جدا يا فندم على مداخلتك. بشكرك يا فندم. طيب يعني الاجراءات، انا كنت بكلم دكتور عبد الحكم، الاجراءات اللي بيتخذها دلوقتي دكتور نميل، مستنيين التحقيقات تخلص عشان يتم اثبات الواقعه بكل تفاصيلها، وبالتالي نستنى بقى اللي هيحصل، نستنى اجراءات. طيب دكتور علاء قال من شويه انه في الاغلب مش هيكون فيه غير عقوبات اداريه، في حاله انه بس توقيع عقوبات اداريه على المستشفى او على الاطباء، ايه اللي هيحصل؟ يعني خلاص كده تمام؟
لا حضرتك يا فندم في يعني كذا جهه بتحقق زي ما حضرتك خدت بالك. عندنا ميعاد النهارده الساعه 2 مع وزير الصحه، مع الوزير شخصيا. حضرتك هو يعني يهتم بالموضوع وكده. فحضرتك يعني يعني هنشوف بقى حضرتك هو يعني هل هو فعلا يعني اهمال جسيم، هل هو حضرتك احنا كناس يعني يعني مهنيين بنتعامل على فكره الاهمال طبعا. يا حضرتك وحضرتك دي فيها عقوبات قويه يعني، اعتقد ان المفروض يبقى فيها عقوبات مشدده، انما حضرتك احنا بنسعى في انها تتحول فعلا للجنايات عن طريق النيابه يعني مش تبقى جناحه وكده يعني. يعني في يعني يعني حضرتك يعني وانا اتمنى شخصيا انها تتحول للجنايات، اتمنى يعني. طيب دكتور علاء، يعني احنا كنا بنتكلم في الاول عن انه ده مستشفى كبير ومستشفى نسبه الخطا فيه وارده المفروض، بس بنسبه قليله جدا يعني المنطقي، يعني معنى كده انه في مليون قصه زي قصه نادين في مصر. ده مؤكد، ده مؤكد، بس ما حدش يعرفها، ما حدش يعرف عنها حاجه، لانه قالب بيه الحقوق انه الناس تبقى عارفه حقوقها طبعا. وللاسف لازم كل الجهات تتعاون في انه المريض اول ما يدخل اي مؤسسه، هي كبرت ولا صغرت، خاص ولا عام، اول حاجه تعمل له انه يعرفوه حقوقه بالظبط، حقك كذا 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 كذا، صح، واجباتك كذا كذا كذا. ده ما بيحصلش في الغالب خالص. هيحصل ازاي؟ في من 3 سنين بالظبط المجتمع المدني اتناقش مع احد وزراء الصحه واقنعه باهميه انه يصدر قرار بتشكيل ما يسمى بلجان حقوق المرضى داخل كل المؤسسات الصحيه الخاصه والعامه، عشان ينشروا الوعي، علشان دورهم الناس انه اللجان دي تراقب عمل المستشفى ويمثل فيها المرضى. حلو. ويبقوا جزء من يعني العمليه الاداريه جوه المستشفى، وبيعرفوا المستشفى بيجرى فيها ايه كل يوم. للاسف هذا القرار لم يفعل. انا بطالب من هنا من برنامجك يا استاذ كريم، ده في اول خطوه نعملها في الاصلاح الجزئي اللي هنبتدي فيه، تفعيل لجان حقوق المرضى في كل الوحدات والمؤسسات الصحيه الخاصه والعامه، ويبقى ممثل فيها ممثلين للمرضى يتابعوا ما يحدث داخل هذه المؤسسات. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا محتاجين اعادة هيكلة كاملة للمنظومة الصحية عشان نوحد الاجراءات فيها، لان الاجراءات فيها غير موحدة والمنظومة نفسها مبعصرة ومش منظمة. ده مش هيتم الا بتأسيس ما يسمى مجلس اعلى للصحة يمثل فيه المجتمع لوضع السياسات الكبرى الخاصة بالمنظومة الصحية. الحاجتين دول أنا بدعو السيد وزير الصحة من برنامجك أنه يحطهم على أجندته. أنا عارف أنه مشغول وعنده حاجات عاجلة كثيرة، إنما أنا بظن بمناسبة هذه الحادثة بالتحديد وعلشان ألاف المرضى اللي حضرتك أشرت ليهم واللي ما نعرفش عنهم حاجة طبعا. تفعيل لجان حقوق، ودي مش هتكلف فلوس، مش محتاجة فلوس خالص، انه يدي امر، محتاجة متخصصين، يدي امر في كل مستشفى وفي كل وحدة صحية تتشكل لجان لحقوق المرضى لمتابعة ورقابة جودة الخدمة جوه المستشفيات دي او الوحدات دي. نمرة اتنين، انه على اجندته التشريعية القادمة يبقى في قانون لتأسيس مجلس اعلى للصحة للتوجيه الاستراتيجي للمنظومة الصحية ككل. يبقى احنا عندنا 4 تشريعات محتاجينهم فورا. مجلس اعلى للصحة، قانون لحقوق المرضى، قانون للمساءلة الطبية، تفعيل لجان حقوق المرضى. حلو قوي. طيب دكتور عبد الحكم، الطب الشرعي دوره هنا ايه؟ يعني هل الطب الشرعي لسه برضو في ملف هناك مفتوح بيتم اجراء تحقيقات فيه؟ هو حضرتك يعني يا فندم لما رحنا النيابه هم اصدروا قرار بان هي تتحول للطب الشرعي. للطب الشرعي وحضرتك يعني يعني طبعا مفهوم ان هو يعمل تشريح، هيشوف حضرتك وهيفتح، وده اعتقد انه كان احد مطالب دكتور نبيل زوجنا دي. حضرتك ودي طبعا معاناه انسانيه ثانيه، وحضرتك ناس كتير بتيجي عند عند الحافه دي وتتراجع، واخد بالك؟ بس هو طبعا صعب جدا ان هو اللي يقرر من نفسه حتى. حضرتك يعني هو طبعا بيبقى حاجه مخيفه ان هو في حاجه كده لها علاقه بقدسيه الموت، في حاجه لها علاقه برهبه اللحظه. فحضرتك هو يعني يعني لان هو قوي وقدر يتحمل وكده، واهلها كلهم متماسك دكتور نبيل طبعا، واهلها حضرتك. والحقيقه ده اللي المفروض يحصل في كل حاله وفاه مشكوك في اسبابها. ده حقيقي، يعني ده حقيقي، يعني ده لازم يبقى تراديشن، في حد كده ان يكون ده لازم يبقى تراديشن. صح. حضرتك الطب الشرعي هي يعني هيعمل تقرير مفصل، الغرز فين بالظبط،
كان فيه ايه بالظبط، هيعرف ايه طبيعه الحاجات دي كلها. هم حضرتك لما قالوا في التقرير المستعجل اللي هم طلعوه كان عايزين يمشوا الحاله كلها في سكه ان هو اورام سرطانيه. اورام سرطانيه حضرتك اللي اكتشفت عند نادين كانت لسه ايرلي خالص، كانت لسه يعني سنتي في سنتي كان يتم عادي استئصالها وتمام، وكان استئصالها تمام، وكان ده يعني ونسب تكمله الحياه يعني 99% في كل الدنيا لو مش هنا معاها صح. واخد بال حضرتك ازاي؟ مش هي دي اللي هتعمل الامبولاي او يعني الجلطات، ولا هي دي اللي هتعمل السيبتيك شوك اللي هي حصلت الصدمه التسمميه والحاجات دي كلها. حضرتك يعني كنت عايز اقول حاجه صغيره في موضوع المنظومه. في اجراء يعني الاجراءات اللي طلع بيقول عليها كلها ممتازه وكل حاجه، بس في اجراء كمان يعني بسيط وممكن يتعمل فعلا. حضرتك يعني يا ريت يهتموا بموضوع التسجيل الطبي ويبقى ليه جريمه ان حد يلمس ورقه. حضرتك احنا عايزين نعرف العينه دخلت امتى بالظبط، ما تتحرك ما بين اوضه واوضه في حركه، في يبقى كل حاجه دوكيومنتد يعني كل حاجه ونا من حق الانسان ده حاجه بسيطه خالص نعرف ايه يعني هنعرف بالظبط ايه اللي حصل يعني يوم دخل امتى حصل ايه جوه خرج امتى يعني كل حاجه. صح حضرتك السرعه هو يعني دكتور باثولوجي يعني في حركة السرعه ازاي وحضرتك كل ده والدكتور بتاع الباثولوجي قال لي فين افندم ميديكال فايل بالظبط. حضرتك هو فيك التسجيل الطبي حضرتك في ثغرات في الموضوع ده جامده طبعا يعني واخد بال حضرتك يعني وحاجات بخط الايد وحاجات مش ممضي عليها وكذا وكذا ده عيب وده المفروض اصلاحه حاجه بسيطه ان هو يعني يبقى فيه يعني ورق حضرتك بيظبط بالظبط يعني بيقول بالظبط ايه اللي حصل وايه التوصيات بتاعت الناس ايه شكوكهم في ايه كذا كذا عشان في شفافيه ما بقاش فيه كده. طب هو السؤال هنا معلش اللي ممكن اي حد يساله حتى بيتفرج علينا، انتوا الطبيعي ان انا لما اروح لدكتور يقول لي ان عندك مشكله الفلانيه ان انا اروح سكند اوبينيون اروح لدكتور تاني اسال اتاكد ده طبيعي وده وفي الحالات بالذات اللي هي فيها حاجه صعبه بيبقى بالظبط كونسلتيشن. بس ليه ما عملتوش كده في الحاله دي؟ اوكي حضرتك هي تاني يوم بالظبط لما دخلت العنايه المركزه ده كان بعد العمليه الثانيه، تاني يوم بعد العمليه الثانيه كان في ريسبيريتور كان في اللي هو جهاز تنفس صناعي. حلو حضرتك هم يعني كان في خوف ان احنا ننقلها وكده وحضرتك احنا المستشفى هي اللي قالت انه في خطوره انكم تنقلوه عشان في جهاز تنفس صناعي حضرتك وحضرتك كان في راعي كان في متربطه. طب ليه ما تمش استدعاء دكتور من خارج المستشفى جوه عشان يشوف حالتها وهي حتى في المستشفى؟ حضرتك المستشفى منعت. لا هو لحضرتك حضرتك كان في صعوبه في تحركها. ثاني حاجه طمنونا جدا يعني حضرتك لا دي حاجه بسيطه دي كذا دي كذا دي كذا واخد بال حضرتك ازاي وفعلا يعني ما تقلقوش يا جماعه الموضوع وبدا كما لو كانوا مهتمين واخد بال حضرتك ازاي يعني هم طبعا كلها مسرحيه عشان يسكنونا تماما وتستمر الحاله في اتجاه في اتجاه الوفاه يعني بالزبط. حضرتك لما طلبنا في الاول ان احنا عايزين ناس من بره يجوا في الاول الايام كانوا في مقاومه عنيفه وكانوا حتى بيستغربوا ايه الفحص انتوا عملنا يعني عملنا سي تي على يعني اللي هو حضرتك اشعه مقطعيه كانوا زعلانين جدا وقالوا لا مش هينفع مش في الاخر اتحلت المشكله وجبنا حاجه زي بامب بنعمل تشتغل مكان الريسبيريتور حاجه مانوال شويه وتعاملت الاشعه مقطعيه بس بعد زن مننا حضرتك السائل اللي اتسرب ده اضطرينا ناخده نحله في معهد ناصر ما احلناهوش يعني ما رفضوا ان هم يتاكدوا ان هو ده يعني تلوث برازي ولا لا حضرتك لما عرفوا ان الحاله داخله على نهايه يعني مأساويه وافقوا على دخول الاستشارات من بره بس ده كان يعني كان متاخر خالص يعني متأخر. طيب انا قدامي دقيقه فدكتور علاء ملف الاهمال الطبي في مصر ليه ما بيأتيش على رأس أولويات كل وزير صحة بيجي بقالنا سنين بنسمع عن مشاكل ومصايب وكوارث ووفيات وأمراض وكل حاجة ومحدش من الوزراء أيا كان مين فيهم من غير أسامي بس كلهم ما بيأتيش الملف ده على رأس أولوياتهم ليه؟ ده سؤال مهم يا أستاذ كريم جدا. الحقيقة أنا أول امبارح حاولت أعمل ريسيرش عشان أعرف حجم الأخطاء الطبية اللي موجودة في مصر. كارثي طبعا رقم كارثي. لا أنا لقيت دراسات نادرة جدا ولقيت دراسة واحدة أنا الحقيقة تشككت في النتيجة بتاعتها لأنها كانت بتتكلم على رغم أنها طالعة من مكان أكاديمي بتتكلم عن 63% من الممارسة فيها خطأ ومقسماها الخطأ بسيط وخطأ متوسط وخطأ جسيم فأنا اكتشفت أن احنا ما عندناش دراسات حقيقية ولا بيانات حقيقية عن أرقام عن, عن, عن ما يحدث في الممارسة الطبية في مصر وبالتالي ده يجاوب على سؤالك أنه ليه ده مش محطوط على الأجندة. أنا بطالب الجهات الأكاديمية في مصر أنها تشتغل هاند إن هاند مع وزارة الصحة في عمل دراسات أكاديمية مقننة نقدر نعتمد عليها في تحديد حجم المال براكسز او ما يسمى بالخطا المهني. وانا بتمنى انه يعني حاله نادين يعني ده مطلبي الاخير انه يبقى في دراسات حقيقيه وجيده.
احنا بنتمنى كمان انه حاله نادين دي تكون نهايه ملف الاهمال الطبي في مصر. يعني كنت اتمنى نقعد نتكلم اكتر من كده. دكتور علاء غنام مدير برنامج الحق في الصحه بالمبادره المصريه للحقوق الشخصيه، بشكر حضرتك جدا يا فندم على وجودك معانا. دكتور عبد الحكم سليمان استشاري الجلديه والتناسليه بمستشفى امبابه العام، بشكر حضرتك جدا يا فندم على وجودك معانا نورتونا. شكرا. كان دي اخر فقراتنا وكان اخر موضوعنا في نهارك سعيد. بكره دلوقتي بساعتين ان شاء الله هيكون معاكم فريق عمل جديد يوم جديد. بشكركم جدا لحسن المتابعه. سلام.